بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم موسومي بالنبأ العظيم. النبأ العظيم برنامج يعنى بالدراسات القرآنية وأبعادها والمقارنة بينها وبين الديانات السماوية والوضعية. أيها الفضلاء، تكلمنا في حلقة ماضية عن حقوق الإنسان في القرآن الكريم، عن حق الحياة وحق الحرية وحق المساواة. وإذا وجدت حقا من هذه الحقوق قد ضاع، اعلم أن أخاك في الإنسانية قد سلبه منك. العدل ليس في نص القانون بقدر ما هو في ضمير القاضي كما يقولون. وفي هذا العدد نتكلم عن رعاية حقوق الإنسان في القرآن الكريم باسمكم جميعا. أرحب بالضيفين الكريمين، أرحب بالدكتور محمد تيمزغين. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. كما أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور خليل القاضي. أهلا وسهلا بك فضيلة الأستاذ الدكتور أهلا خالد وسهلا، القاضي. شافتها، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. تكلمنا في حلقة ماضية عن حقوق الإنسان في القرآن الكريم، تكلمنا عن مجموعة من الحقوق، عن حق الحياة والحرية والمساواة وغيرها. الآن، ما هي سبل إحقاق حقوق الإنسان وحمايتها في القرآن الكريم؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية، تحية طيبة لك شيخ فتحي ولشيخنا محمد والمشاهدين الكرام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. نعم، مسألة حقوق الإنسان، وقد تحدثنا في حصة ماضية، فصلنا الحديث عن الحقوق، عن أنواعها، عن حيثياتها، ولكن سبل إحقاق الحق هذه كثيرة، يعني لم يحصرها القرآن، وإنما تقريبا كان هي منثورة في السنة النبوية الشارحة للقرآن الكريم. نعم. يعني مسألة القضاء، القاضي، وقد تفضلت مشكورا، يعني المقولة الشهيرة أنه ضمير القاضي العدل ليس في نص القانون ليس في نص القانون بقدر وإنما ما هو في في ضمير ضمير القاضي. القاضي. نعم. نعم. لأن نص القانون حين يكون النص شرعيا، يعني النص مستقى من الكتاب والسنة. نعم. إذا كان القاضي فاسد الطبع، إذا كان القاضي مرتشيا، إذا كان القاضي يعني غير متخلق بالأخلاق الإسلامية، هذا يمكنه أن يحور النص بتأويلات بعيدة، نعم، لأن العربية تحملت أوجه، ونحن نصوصنا باللغة العربية، واللغة العربية يمكنه أن يذهب بها بعيدا فيحور في النص بدعوى تفسيره، بدعوى مخالفة التفاسير السابقة. قد حدث هذا كثيرا على مر التاريخ الإسلامي، ليس حديثا فقط. بمعنى القضاء، القضاء هو أهم رافد لإحقاق الحقوق. لماذا؟ لأنه هناك نصوص زاجرة وناهية عن خطورة أمر القضاء، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. يعني لماذا هذا العدد، يعني بالتحديد القاضي في الجنة وزوج في النار؟ قاض يعلم الحق ولا يتبعه، وقاض يجهل ويحكم، هؤلاء هذان في النار، والقاضي الذي يعلم ويحكم بالحق هذا في الجنة. هذه الأصناف الثلاثة، ليس بمعنى العدد، واحد يروح الجنة زوج يروحوا للنار، وإنما هو من الصنف هذا. لذلك أهم وسيلة لإحقاق الحقوق هي القضاء. لذلك يعني كما نقول احنا، الاجتهادات المدنية الحديثة أو المنظومة الفكرية المدنية الحديثة جعلت فصلا بين السلطات، بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كي لا تتأثر هذه السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية. نعم.
يعني واحد في إدارة من الإدارات يهاتف قاضيا يغريه وكذا ويرشيه إلى آخره، فيحكم بما يملي عليه. هذا الفصل مهم جدا. القاضي، شوف في لونجلتر في إنجلترا، القاضي ليس له كما نقول احنا فيش دو باي، ليس له مفصل راتب، يأخذ ما يشاء من الخزينة ثم يحاسب على ما أخذه، يبرر ما أخذه. يعني يسحق يشتري حاجة مثلا يشتريها ويأخذ من الخزينة مباشرة. لماذا؟ كي لا يتأثر بهذا الإغراء الخارجي، بمعنى أنه لا يملي عليه إلا ضميره، هذا هو القضاء الشرعي. لذلك في عز الدولة الإسلامية الإمام علي حكم على أحد المقربين منه عليه، وحكم ليهودي الشعبي أيضا حكم ليهودي على علي بن أبي طالب. وقد أسلفنا في الحلقة الماضية آيات إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، آيات تبرئ يهوديا يعني. طبعا وهذا لا نجده إلا في شريعتها. صحيح. شوف الشرائع كلها التي مرت قبل الإسلام هذه دائما تجد محاباة لذوي البلاط وذوي السلطة ومن يدور في الحاشية إلى آخره، ولكن نحن يسوى بين الحاكم والمحكوم في الأصل، هذا هو. ولكن فيما بعد انحرف القضاء أيضا وكذا ووصل إلى مهازل، ولكن في عز الدولة الإسلامية حتى ولو كان الضعف من حيث التطبيق في بعض الميادين وكذا، ولكن القضاء كان مستقلا. شوف في عهد الخلافة الراشدة هذه كان مستقلا 100%، في عهد الدولة الأموية شوية يعني انحرف قليلا، في عهد الدولة العباسية زاد انحرافه ثم الزاوية منفرجة يعني. ولكن القضاء النص، القاضي إذا اتبع النص سيكون على صواب، ولكن الضمير هو الذي يتحكم في القاضي. لذلك الإسلام زجر هذا الضمير لكي يحكم بالنص. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. نتكلم يعني كيف رعى القرآن الكريم حقوق الإنسان كإنسان. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا شيخ خليل شيخ فتحي، الجمهور الكريم، متابعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القرآن راعى حقوق الإنسان من جوانب كثيرة. لعل أول شيء نتلمسه منه هذا الأمر أنه رفع من شأن الإنسان. لماذا رفع من شأن الإنسان؟ حتى يشعر الإنسان بمكانته بمنزلته، أنه مكرم، أنه له شأن، أسجد له الملائكة، طرد إبليس بسببه، جعله خليفة في الأرض، ائتمنه على هذه الخلافة. فكل هذه المعاني، تكريم بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني هذه الآيات كثيرة تشعر الإنسان بمنزلته، وهذا مهم جدا الحقيقة. لأنه الإنسان لما يشعر بمنزلته فإنه لا يتسفل ولا يتعدى، بل إذا ضمن حقوقه فإنه سيمضي على وتيرة من الالتزام. والجانب الثاني الذي راعى منه القرآن حقوق الإنسان كإنسان أنه شرع تشريعات واضحة بالنسبة لقتل النفس، أمر واضح أنه من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. وشرع القصاص بالضبط. نعم. شرع القصاص للذي يقتل عمدا، كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فتشريع القصاص ولكم في القصاص حياة. نعم. يعني لاحظ التشريعات تجعل الإنسان لا يصل إلى التعدي على الآخرين. شرع الإسلام بالنسبة للمال، مال اليتيم، مال المرأة، مال الإنسان عموما، حد السرقة في هذا الأمر، حد هذا الأمر. بالنسبة لحفظ الإنسان ويعني وكلامه وحواره، جادل القرآن الكريم الإنسان الكفار والمنافقين واليهود جدالا مستميتا يعني فيه القرآن الكريم. لماذا؟ يعلي من شأن الحوار
وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شرع تشريعات كثيرة بالنسبة للحفظ العرض أيضا، بالنسبة لحفظ العقل، حفظ العقل يعني يصبح الإنسان يتحكم في نفسه، لا يصبح تلك الشهوات التي تتحكم فيه. فهذه التشريعات أيضا ينبغي أن يمضي عليها الإنسان حتى يحافظ على تلك الحقوق وتلك الحدود، فغيرها من الجوانب يعني حتى بالنسبة ضرب له الأمثال والقدوة وحاوره وبين له العلل، أقنعه بهذه الأمور، فكل هذه الجوانب تظهر للإنسان حقوقه وتجعل الإنسان يتشبت بتلك الحقوق ويعرف كيف يتعامل معها. شرع الله سبحانه وتعالى هذه التشريعات كلها لهذا الإنسان، لأن الإنسان حينما ينحرف يفوق الحيوان في بهيمته. الكثير منهم لا يكتفي أن يأكل ويشرب ويلهو ويلعب، فيه من تجد عنده راحة في إيذاء الناس. بالضبط. يبني مجده على أنقاذ الآخرين، سعادته الموهومة على تعاستهم، أمنه على خوفهم. ربما يحدثك بالقول اللين، بالكلام المعسول واللفظ اللين، ولكن لو فتشت عن أنيابه وأسنانه لوجدتها أنياب وحش ضار. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع ولا يحض على طعام المسكين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. لهذا لابد من هذه التشريعات حتى يرتدع، حتى ينضبط. حتى ينضبط. بارك الله فيك. ركز القرآن الكريم على العدل والإنصاف، والأمانة تستقر بالعدل. لماذا؟ يعني العدل، بالعدل قامت السماوات والأرض. نعم. لولا العدل لما قامت سماء ولا أرض. لماذا العدل؟ العدل هو أن تعطى حقك ويؤخذ منك واجبك. نعم. هذا هو العدل. ثم هناك الإحسان وهي مرتبة فوق العدل. الله تعالى يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني العدل هذه حتى المجرمون، حتى المنحرفون يلتمسون العدل بينهم، حتى السراق يعني إذا سرقوا شيئا حين قسموه بالسوية يقتسمون بالعدل بالسوية. يعني العدل يطلبه الجميع، هو مبتغى الجميع. فطرة في الإنسان، يعني كفطرة الحرية وفطرة المساواة إلى آخره. ولكن العدل أكبرها جميعا. لماذا؟ لأن الدين في ذاته قائم على العدل. عدل بين الناس، عدل بينك وبين نفسك. إن لبدنك عليك حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الذي جاء ليصوم الدهر ولا يتزوج النساء وكذا، قال إن لبدنك عليك حقا. بمعنى أنت أيها الإنسان لست مالكا لبدنك هذا، وإن الله تعالى هو الذي وهبك هذا البدن ليكون وعاء لهذه الروح التي ستحل فيه. لذلك العدل ركز عليه الإسلام كثيرا. ثم كثير من النصوص جاءت، شوف حتى الدابة احنا عندنا في منطقتنا نسموه الشواري. نعم. هذيك العديلة. هذيك الموجودة العديلة. ايه. لو تعمر مكان ومكان يبقى فارغ ما تمشيش الدابة. بمعنى حياة بلا عدل لا تستقيم. يعني وهذا يسمى عدلا، العدل والشواري هذا في اللغة يسمى عدلا. العدل لأنهما يتعادلان، لا بد من التعادل كي والشعار الموجود ميزان، حتى الكون هذا رب العالمين ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع الميزان. لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان هنا ميزان مادي وميزان معنوي. حتى يوم القيامة، يوم القيامة يقام للناس ميزان، نضع الموازين القسطة ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. بارك الله فيك. لذلك العدل ركزت عليه الشريعة كثيرا، وزجرت النصوص هؤلاء الذين لا يلتزمون العدل في تعاملاتهم. يعني الذي يأخذ مثلا عرق الأجير، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، بمعنى أنه إذا جف عرقه إذا مطلته، مطل الغني
ظلم. نعم. ظلم. مطل الغني ظلم، بمعنى إذا كان عنده باش يخلصوا وما خلصوش هذا سينال جزاء الظالمين. والظالمون لهم عذاب أليم يوم القيامة. يعني تختلف درجات الظلم. هناك مسألة السماحة في التعامل، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، في رواية إذا اقتضى، بمعنى أن الإنسان هذه السماحة التي تكون بينه وبين الناس ستقيم العدل بينهم، وهذا العدل سيفضي فيما بعد إلى الإحسان. ذلك الإحسان تكون درجة فوق العدل. العدل هو أن أخذ حقي منك، ولكن الإحسان أن أنظرك مثلا أني أقرضتك شيئا. العدل هو أن ترجع لي مالي في الزمن الذي تفاهمنا عليه، لكن الإحسان أن أنظرك عاما زيادة. كاين زيادة. سيدنا يوسف وصف بالإحسان في كذا موضع. نعم. فسر الرؤى، يعني فسر رؤية الملك وكذا، ولكن زاد شيئا، أعطاهم الحل. فسر للسجينين، ولكن أعطاهم يعني يا صاحبي السجن. نعم. يعني دعاهم إلى التوحيد. نعم. إلى التوحيد. نعم. هذا العدل لماذا قامت عليه السماوات والأرض؟ لأن الإنسان بطبعه أناني. نعم. إنسان يحب ذاته، يحب استمرار وجوده، يحب أبناءه كاستمرار لوجوده، لذلك يفضلهم على الباقين. يعني لا ينظروا إلى أحد إذا كان بين أبناءه وبين غيرهم. خلق هلوعا إذا مسوا الشر جزوعا، وإذا مسوا الخير منوعا. إلا يعني يستثنى منهم، شوف الوحي الشديد. يعني لذلك العدل، ولأن الإنسان مفطور على هذه الأنانية وعلى حب ذاته، تجعلك هذه النصوص الشرعية متجردا حتى من ذاتك في العدل، بمعنى ولو على أنفسكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، هذا هو الفيصل. لذلك لو استقام الناس، لاستراح القاضي كما يقول المثل القديم. صحيح. لو استقام الناس لاستراح القاضي، بمعنى العدل هذا حين أخذ حقك وتأخذ حقي نتشاكى إلى القاضي. ولكن لو عرفت حدودك وأقمت العدل على نفسك، وعرفت حدودي وأقمت العدل على نفسي، لما التخاصم؟ وفي بعض في بعض المناطق قديما وحديثا، يعني فيه مازال الناس تسمع، يعني مجالس الصلح. نعم. مجالس بما تكون، قال الله قال الرسول، يعني بارك الله، أي الروح لربي ينبي، هكا يقول أجدادنا. نعم. يعني الروح. وفي بعض المناطق حتى القاضي ما عندوش قضايا تقريبا لما يكون الناس ولكن اليوم بدات تروح للأسف في مجتمعنا. صحيح. يعني كان واحد. صحيح. الوقت طبعا، لأنه هذه من الأعراف الإسلامية، هذه. نعم. الأعراف الإسلامية أن الإنسان لا يذهب إلى القضاء حتى يستفرغ الوسعة في هذه السبل التي قبل القضاء. وهذا الشرع يا شيخنا، هذا هو الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، زيد، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه بارك الله فيك، هذه تحرجاً مما قضيت، لأن القاضي هو ممثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء. فهذه يعني في أعرافنا احنا في منطقة القبائل على الأقل، يعني في الأعراف عندنا حين كانوا يحتكمون إلى هذه المجالس، مجالس الصلح، كان حين يحكم طامن أو يعني ما يسمى الشيخ القبيلة، في حين يحكم ولو يعني لم يرضى أحد الخصبين، ولكنه لا يجرؤ على أن ينقض هذا الحكم، يسلم تسليما. هذا. نعم. هو التدين الصحيح، وهذا هو التدين الصحيح. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا. دكتور، ثنائية العدل والإحسان نتوسع فيها قليل. نعم. بالنسبة للعدل، العدل كما ذكر الشيخ خليل مشكورا، هو أخذ مالي من حقوق وأدائي لما علي من واجبات، ويطلق العدل أيضا على المساواة، يعني لا لي ولا علي. وحينما نقول لا لي ولا علي، فننتقل مباشرة إلى المساواة، إعطاء كل ذي قسط قسطه. هذا هو المقصود به العدل، وهو المعنى الثاني، وهو المناسب
العدل وهو المناسب. يعني لما نأخذ إلى هذه المعاني فلا بد من العدل في الحياة الحقيقة، لأن الحياة لا تمضي دون عدل، لأنه ليس كل الناس يستطيع أن يحمي حقه، لأن ليس كل الناس يزعه الوازع الديني يزعه وعيه، بل يتبع من يتبع شهواته. فلا بد من العدل ولا بد من الفصل في الشؤون. لذلك الله سبحانه وتعالى شرع تشريعات كثيرة، أحكام سماها حدود، تلك حدود الله. واحد بالنسبة للمواريث سماها تلك حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدين فيها. فقضية الحدود سماها حدودا. الحدود بالنسبة للحياة الزوجية أيضا حدود، إن خفتم أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليما فيما افتدت به تلك حدود الله. لاحظ الحدود سماها حدودا، لماذا؟ حتى يعرف كل إنسان حده، هذا هو حدي وهذا هو حدك. فقضية التنظيمات، دقة، إحصاء، ما نأخذ أي مجال من مجالات نجد تلك الدقة، التي لو لم يكن في هذه الدقة لا طغى بعض الناس على بعض، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني إذا لم يكن فيه عدل. وقد جاءت هذه الآية في صدد حكم سيدنا داود عليه السلام بين المتخاصمين. فقضية العدل شيء أساسي جدا، حتى العقوبات والزواجر يعني إحداث أمور، كما يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز، الناس أحدثوا حوادث ومحدثات ونحدث لهم تشريعات، يعني في معنى العبارة، حتى نضمن وحتى ننظم حياة، لأنه العدل به تنتظم حياة الناس. ولكن عمليا كل هذه الأمور ولا بد منها، وإذا كان في تقصير منها فلا يصلح شيء الحقيقة، لا تقوم السماء ولا الأرض كما ذكر الشيخ مشكورا. لكن مع هذا الإنسان لا يمضي بالعدل في حياته كلها، لأنه العدل ليس متوفرا دوما، لوجود خلل في بعض الأحيان في القضاة، لوجود خلل في بعض الأحيان في البينات والدلائل، لأنه لا يستطيع كل إنسان أن يثبت ما له من حق وما عليه من تبعات. لذلك يكون الشخص ألحن، نعم، قد يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، شهود الزور، شهود الزور، نعم. ولذلك الله ينهى عن كتم الشهادة وشهادة الزور من الموبقات. فهذه الأمور فينبغي أن نتجه ونلتجئ إلى شيء اسمه الوازع الديني، وإخلاق الإنسان، وهو الإحسان. لأنه لاحظ لما تحدث مثلا عن الحقوق مثلا الزوجية، مثال يعني، لولا الإحسان بين الزوجين لما مضت الحياة، صحيح، لصار كل واحد منهم يتتبع أخطاء الآخر، يترقب خطأه، يترقب أنه قصر في حقه. وكم من هي هذه الحقوق في معاشرة الناس، كم هي هذه الحقوق، حق الجوار مثلا، كم هي هذه الحقوق. ولهذا يقول لك ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد القوم المتغافل. بالضبط، هذا التغافل يعني ييسر الكثير من الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، إن عاقبتمها ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. يعني الأصل هو الصبر، أصل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى في القصاص. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليم. على ما أذكر، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قضية العفو، الإحسان فيما بين الناس، والناس يعيشون بالإحسان الحقيقة. وهنا يستحضر الإنسان يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب أن ما تنازل عنه فإنما سيعوضه الله سبحانه وتعالى أحسن منه بكثير في جنات النعيم. سيعوض الإنسان في الدنيا باطمئنان قلبه ابتداء. نحن لا ندعو أن الإنسان يتنازل عن حقوقه ويتعدى الآخر على حقوقه. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي وسط. ولكن الإحسان، ما كان الإحسان في شيء
إلا زانها إلا زانها نعم خذ يأخذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نعم. بارك الله فيك فضيل الدكتور. الحقوق الدينية للمسلم ولغير المسلم في القرآن الكريم. والله الحقوق الدينية كثيرة يعني، ولكن علماءنا رتبوها على ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي ما يسمى بالضروريات، والضروريات هي التوحيد، هي العقيدة، حصرها في العقيدة. شوف العبادات جعلوها من الحاجيات وليس من ضروريات العبادات، وجعلوا الضروريات للتوحيد، للإيمان بالله، للعقائد. بمعنى أن الإنسان إذا كان حرا في اعتقاده يعني لا يعذب على معتقده، لا يمنع من اعتقاده، هذا فقد استكمل ضرورياته، هذا هو حقه. ما يسمى بالحاجيات التي هي أدنى مرتبة من الضروريات، الحاجيات هي ما يسمى بالعبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا. هنا المسلم إذا كان يقيم شعائره فهو يعني فبها ونعمت، إذا منع من أداء شعائره فله أن يهاجر إلى حيث يقيم شعائره. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. بمعنى اذهب وابحث عن مكان تقيم فيه شعائرك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث مستضعفي المهاجرين إلى الحبشة، اذهبوا إلى ملك لا يظلم عنده أحد، يعني وقد كان نصرانيا. لهم أن أهل مكة كفار، وكأنه يقول أهل مكة ظلام. ظلام نعم، اخرجوا من هذه القرية الظالم أهلها واذهبوا إلى حيث تقيمون شعائرك. المرتبة الثالثة هي مرتبة التحسينيات، وهذه لنوافل الأعمال، لمكارم الأخلاق. هذه المؤمن حتى ولو لم يقوم بها يعني لا يحاسب على ذلك، ولكن المرتبتان الأوليان يعني الضرورية وهي العقيدة والشريعة. شوف العقيدة والشريعة، الشريعة هي إقامة العبادات وكذا، العقيدة هو ما يتعلق بالأعمال القلبية. هذان ركنان من أركان الحقوق الدينية للمسلم، حيث لا يقيمهما لا يجوز له أن يقيم. يعني مثلا فهؤلاء الذين يهاجرون إلى الغرب، نعم، لو هجر أحد إلى دولة لا تسمح بالصلاة ولا تسمح بالكذا ولا تسمح بالحج ولا تسمح بكذا، هنا لا يجوز للمسلم أن يقيم في هذه الدولة. ولكن الآن الجاليات المسلمة يعني تقريبا في كل دول العالم تستطيع أداء شعائرها وكذا، يعني لا الأمور هذه ميسرة يعني. نعم. والحمد لله أن جعل قوة هذا الإسلام فيه، بارك الله فيه، قوة كامنة فيه، وهذه لم يؤتها دين آخر. نعم. لذلك الغربيون الآن خافوا من الإسلام في ذاته لا من المسلمين الذين يدعون إلى هذا الإسلام. العالمين بصراحة قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا خاصة المثقفون منهم. نعم. ولكن الأمر يعني شوف في هذه النقطة بالذات لو رجعنا الوراء قليلا، يعني في الفترة الاستعمارية هنا المسلم لا يكاد يأمن على إقامة شعائره وهو في بلده. نعم. لذلك أصدروا فتاوى أحيانا تخالف الشائع عند الفقهاء. يعني واحد اسمه أبو القاسم البوجليلي صاحب التبصرة في قراءة نافع العشرة ومن بوجليل من نواحي بين البويرة وبجاية من علماء الدين الكبار، أفتى بأنه من صافح روميا، من صافح يعني استعماريا، انتقض وضوءه. إيه نعم، ينتقض وضوءك إذا صفح. رحمه الله تعالى، رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه. بمعنى هؤلاء الكبار نعم يبتدعون هذه يعني لكل حادث حديث. نعم. تلك الفترة كان يلزمها مثل هذا التشدد. نعم. وكانوا يجعلون من يتجنس بالجنسية الفرنسية، نعم، خارجا من الملة. نعم. يعني يكفرونه، يخرجوا من الملة. لماذا؟ لأنه وكأنه بدل وطنه، بدل دينه، خان يعني ما يسمى بالخيانة الكبرى. نعم. لذلك مثل هذه المسائل مهمة جدا في هذه الأمور. صحيح. نعم. صحيح. ولكن غير المسلم، يعني سألتني عن المسلم وغير المسلم. نعم. غير المسلم
غير المسلم تحفظ حقوقه في ظل الدولة الإسلامية. يعني شوف اليهود والنصارى عاشوا في ظل الدولة الإسلامية قرونا وهم على ديانتهم وفي كنائسهم وفي بيعهم يؤدون شعائرهم لا يقلقهم أحد. لكن لما خرجوا عن الحدود لما كما نقول احنا حاربوا النظام العام اللي كنت تكلم عليها الخيانة او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. ونحن نتكلم عن الحقوق وامهاتنا يعني والنساء شهدنا هذه الحصة اكيد المرأة عندها حق. ما هو الحق الذي كفله يعني الإسلام للمرأة؟ جميل. يعني أول شيء ولا أزال أركز عليه وهو التصورات والوعي. المرأة إنسان مكرم، المرأة إنسان مكرم، ليست مثل ما كان في الغرب ينظر المرأة على أنها حيوان، على أنها شيطان، على أنها جزء منها إنسان وجزء حيوان. لاحظ هذا المشهد، ونحن أمهاتنا المكرمات، والمرأة متاع يعني، والمرأة متاع وتشترى وتباع وتقتل ولا حرج عندهم، إلى وتستعبد 18 ساعة في اليوم من العمل حتى تكسب قوتها يعني في الغرب، إلى أن اكتشفوا وتوصلوا يعني بالتجارب وبالدماء وبي إلى أن أعطوا المرأة حقها، بل تعدوا عليه في الأونة الأخيرة. لما نرجع إلى الإسلام، المرأة أفضل من الرجل في محطات كثيرة. المرأة الأم لا يضاهيها أحد في منزلتها، المرأة الحامل لا يضاهيها أحد في شرف ما تقوم به، المرأة المرضع، المرأة سيدة البيت، المرأة يعني التي تمتص تلك الشحنات السلبية من كل أطراف الأسرة يستقر إليها الآخر. فالمرأة من هذه الناحية لا يضاهيها الرجال حقيقة. وبالمقابل يعني لا يوجد مبدأ المساواة التام بين الرجل والمرأة في الإسلام، يوجد أفضلية المرأة على الرجل في محطات وأفضلية الرجل على المرأة في محطات، ويوجد حقوق أساسية يتفقون فيها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، من ذلك حق التملك، من ذلك حقها التام في ميراثها، في صداقها، في تعاملها، في تسييرها لأموالها، في اختيارها، في تعلمها. فالمرأة حقها مصون جدا في الإسلام، بل أكثر من ذلك يعني حارب الله سبحانه وتعالى في الإسلام عضل الأولياء لبناتهم وإضرار الأزواج لأزواجهم، هذا ما سماه شيخنا قبل قليل التعسف في استعمال الحق. فهذا الولي له حق في تزويج ابنته، في تزويج وليته، ولكن لا يحق له أن يمنعها عن الكفء، لا يحق له أن يمنعها أن ترجع إلى زوجها وقد اطمأنت إلى ذلك الزوج، لا يحق لذلك الزوج الذي يطلق ثم يمسك هكذا دون مبرر، هذا عضل إضرار، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا فيه، ففيه لا يحق له أن يأخذ شيئا من صداقها إلا عن طيب نفس. هذه المعاني واضحة في ديننا الإسلامي، التطبيقات الناس تزيد وتنقص ويعني ودرجة التزامهم بهذه الأحكام، لكن المرأة مصونة لو عرفت المرأة شأنها. لذلك أرجع، لو كانت المرأة واعية بمنزلتها في دين الإسلام لما رضيت بغيرها من المدنيات الحديثة أو المدنيات القديمة في هذا الجانب، لأنها إذا رضيت ستهضم حقوقها، ستهضمها لا محل. شعرت بذلك أم لم تشعر؟ ستهضم حقوقها لا محل. أنا دوما أذكر في هذه يعني وأعتذر للإطالة، المرأة أيتها المرأة أنت مصونة في بيتك من أبيك وزوجك وأخيك وأبنائك، مهما خرجت من هذا الحضن فلن تجدي تلك الراحة التي تجدينها في هؤلاء الأقربين إليك. الله يبارك فيك، يا ربي يحفظك فضيلة الدكتور.
تكلمنا قبل قليل عن الحقوق الدينية، خلينا نتكلم عن الحقوق البدنية التي يتغنى بها الغرب اليوم وقد سبقهم إليها الإسلام بقرون. نعم، يعني الإسلام لم يكتفي بالنص على الحقوق الدينية للمرأة، وإنما بدنه ليس ملكا له، له حقوق عليه هذا البدن. كيف ليس ملكا له؟ يعني البدن لو قتل إنسان نفسه، نعم، هل يجازى على هذا؟ نعم، مصيره النار وكأنه قتل نفسا أخرى. البدن هذا هو وعاء هذه النفس، لذلك لا يجوز جرحه ولا يجوز تعذيبه ولا يجوز. إن الله لا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما ورد في حديث آخر. يعني البدن هذا، شوف، حتى في موته حين يصير جثة لا يجوز أن يجلس على القبر، فوق القبر. نعم، يعني وكأنك جلست فوق جثة هذا الميت. حرمة نبش القبور، لا يجوز استخراج هذا العظام إلا لضرورة قصوى. نعم، لتثبت من قتل أو شيء من هذا القبيل، ما يسمى للضرورة تحقيقات يعني. نعم، ولا يجوز كسر عظام الميت. شوف، هذا في حال موته، فما بالك في حال حياته. لذلك البدن عندنا له حرمة، حرمة الجسد الإنساني. ومن حرمة الجسد أنه يغطى. شوف، الله تعالى حين غضب على آدم وعصى آدم وربه فغوى، نزع عنه لباسه وأظهر بدنه للناس عاريا، وسلاح الشيطان العري. يعني بارك الله فيك، يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، مقصد الستر، وريشا يعني زينة لكم، ولباس التقوى خير. يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، مقصد الستر، وريشا مقصد التجمل والزينة، نعم. ولباس التقوى المناعة الأخلاقية والمعنوية. يعني شوف، هذا البدن ستره هو حماية له، لذلك هنا التعري هذا الذي زاد عن حده في الغرب وفي دول العالم يعني غير الإسلامية، حتى الآن في الإسلامية وبدأ هذه الظاهرة تنتشر. ولكن هذا التعري للنساء خاصة، هذا ينقص من قيمتهن كبشر، كجوهر إنساني. شوف، ينقص من قيمتهن، تصبح سلعة كباقي السلع، تعرض. شوف، ينقص من قيمتهن ويزهد الرجال فيهن أيضا. بارك الله فيك. رجولة. نعم، الرجل لن تبقى يعني كما الإنسان يشوف مرأة مستورة ويشوف مرأة يعني في. شوف، قلت كل ممنوع مرغوب فيه. الشيء المستور يعني لكادوها، إذا قدم أحد لك هدية مغلفة ستشتاق إلى رؤية ما في هذا الغلاف. ولكن إذا كانت الهدية معروضة بلا غلاف، يعني ما هذا الشوق الذي سيثيره فيك؟ صحيح. لذلك قديما كانوا حتى في الخطبة يبعثون النساء ليرينا ثم يصفنا. نعم، يعني ما كانش هذه المعاشرة قبل الزواج وهذه الأمور الخلطة التي نحن فيها، ونتيجتها آلاف حالات الطلاق. طبعا آلاف حالات الخلع أيضا. يعني شوف، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من حيث النفسية. ولكن من حيث الجسد، من حيث البدن، الإنسان الذي لا يعلم شيئا عن بدن شريكته، هذا سيكون أكثر رغبة فيها وأكثر شوقا إليها، وسيكون عاملا مديما للعلاقة بينهما. لذلك هذا مسألة البدن مهمة جدا في شريعتنا، نالت حتى أبسط الجوانب هذه التي ربما لا يفكر فيها. ولكن الإسلام لم يترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. شيخنا كل يقول أحدهم لكل معصية عقوبة دنيوية. نعم، غض البصر معصية، إطلاق البصر وكذا معصية. نعم، عقوبته الدنيوية ذهاب سعادة زوجية. بارك الله فيك. هذا نعم، اللي يطلق العنان، يعني تعجل عقوبته هنا في الدنيا، ما يقنعش بزوجته، مخه برا. الخيانة معصية، عقوبتها الدنيا الدنيوية ذهب، يعني تسلم منك الثقة.
طبعا تولي كما نقولوا بالعاميه تاعنا تولي تحكي، وهذا الانسان الخاين هذا يحكي ولسان الحال فاق. نعم شكون يسمع ورد له؟ في الاثر، ورد في الاثر ان الزاني يزنى باهل بيته ولو على جدار بيته. يا لطيف. يعني هذه قاعده. مرة كان يحدثني أحدهم واحد من الفساقة هكذا، حدثني أنه يعني جهر بمعصيته وكذا، فقلت له أبشر بأنه سيزنى بأهل بيتك. هذه ما حملهاش يعني غاضب وكذا. هذه قاعدة يا شيخ، قلت له هذه القاعدة لا تتخلف. البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت، فعل ما شئت كما تدين تدان. على الأقل واحد يستر نفسه يعني لا يجاهر بالمعصية. لذلك هذا حين جاهر ألقمته هذا الحشر. بارك الله فيك دكتور. اعتناء القرآن الكريم بالأطفال. هذا الطفل الذي هضمت حقوقه وقليل ما يتحدث عنه لأنه ضعيف ما يقدرش يدافع على نفسه. المرأة أحيانا تدافع عن نفسها. صحيح. ولكن هذا مسكين. سبحان الله. الطفل حفظ الله حقوقه وهو في بطن أمه. الله. وهو جنين. نعم. حيث منع أن يقتل الإنسان. إجهاض. الإجهاض ابتداء. كان الإجهاض كمفهوم معاصر الآن، يعني استعمال معاصر وطريقة مشينة في التعامل مع هذا الجنين، لكن التفكير في قتله، التفكير في إسقاط ذلك الجنين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، رزقكم أنتم من عند الله ورزقهم أيضا. كما أن هذا الطفل إذا ولد فيخشى أن يكون معه الفقر، فتقول الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هم الآن في حال متوسط ثم يخشون الإملاق أو الفقر، فيجيب الله سبحانه وتعالى نحن نرزقهم وإياكم فرزقهم مضمون. كما أن الله سبحانه وتعالى حافظ أو يعني عبر تعبيرا مشينا لحول الإنسان الذي يقتل الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه نسمة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، سواء ذلك الولد أو ذلك الجنين أو تلك البنت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ابتداء بهذا. ثم جاء ذهب إلى أنه مخلوق ضعيف. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني حاجة هذا المولود وهذا الصغير إلى الإيواء، إلى الاحتضان، إلى الأنس، إلى الرعاية. بل إن هذا الولد، أولادنا لضعفهم، لقلة حيلتهم، لقلة تفكيرهم، فهم يحتاجون إلى التربية، إلى الرعاية، إلى العناية. وهذا ما يحثنا عليه الإسلام عموما في يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ومرهلك بالصلاة واصطبر عليها. وتحدث عن مال اليتيم، وتحدث عن خلق اليتيم، وتحدث عن تدريب اليتيم حتى يحسن التعامل مع هذا المال، يبلغ الرشد. فكل هذه المعاني، ونحن حينما نتحدث عن اليتيم هنا فإنما هو نموذج لذلك الولد الصغير. وقد قال الشاعر، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. يعني قد كثر اليتامى في زماننا لاشتغال والديهم عنهم، وهذا يدخل في حقوق الطفل أيضا. نختصر حتى نحيط يعني بالموضوع، المتبقى لنا من القول من الوقت الكثير. بارك الله فيك يا دكتور. تحدثنا عن الحقوق الدينية البدنية، خلينا نتكلم عن الحقوق الفكرية. نعم، يعني الفكر والعقل وكل ما يتعلق به الأمر المعنوي عند الإنسان. نعم. هذا نص عليه القرآن والسنة وشروح السنة كثيرا. لماذا؟ لأن الإنسان بفكره، أنت بالروح لا بالجسم إنسان. نعم. وهذه الروح هي المفكرة وليس الجسم. نعم. لذلك القرآن دائما طلب الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس كما يقول النصارى اعتقد ولا تنتقد. حتى في مسألة العقائد أطلق العنان للإنسان لكي يسأل ما بدا له، حتى أنهم سألوا عن الله تعالى، عن كنهه، يعني كيف هو هذا الإله.
ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله، يعني نهاهم عن التفكر في ذات الله لأنهم سيهلكون، عقلهم المحدود هذا لا يمكنه أن يحيط بالله محدود. نعم. ولكن فيما عدا ذلك الإسلام شجع على العلم، بل نجد كبرى الجامعات الإسلامية نشأت في ظل المساجد، يعني جامعة القرويين في فاس في المغرب، جامعة الزيتونة في تونس، جامعة بجاية في المغرب الأوسط، الأزهر في مصر، ديوبند في الهند، هذه أعرق الجامعات كانت جوامع، كانت جوامع يعني كانت مساجد يصلى فيها، ولكن كان العلم فاشيا في هذه المساجد، كان كبار العلماء يعلمون في المساجد، فيما بعد حولت إلى جامعات، الجامعة النظامية أو نظام الملك التي أسسها نظام الملك والتي درس فيها الغزالي والجويني وابن العربي وكذا، هذه الجامعة كانت مسجدا ثم صيرت جامعة، كانت كل العلوم تنفق فيها، تنفق بمعنى تروج هذه العلوم فيها. فالإسلام ليس هناك دين حث على العلم والتعلم، أفلا تتفكرون أفلا تعقلون يا أولي الألباب، يعني كثير من الآيات تنتهي بهذه الفواصل. أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، والفعل إذا حذف مفعوله أطلق معنى، أطلق معنى. نعم، يعني كل علوم، يعني اقرأ كل شيء، كل شيء. نعم. شوف العقاد يقول لك لا أقول لك اقرأ ما ينفعك، ولكن أقول لك قرأ وخذ ما ينفعك، اقرأ وخذ ما ينفعك، بمعنى يعني الإنسان الغربل. يقرأ كل شيء ويغربل. الآن نحن في ورطة وفي كارثة، يعني الآن يوجه الناس لمن يقرأ ولمن لا يقرأ. أين تضع عقلك أنت أيها الطالب؟ يعني حتى في الجامعة، في الجامعة، الجامعة تجد من يقول لهم اقرأ للعالم الفلاني ولا تقرأ للعالم الفلاني، هذا خطير سيشوش عليك. يا أخي راك في الجامعة، في الجامعة يجب أن تفرز، أن تمحص، أن تغربل، يعني ما تقولوش، يعني ما واش تيليكوموند هذا اقرأ لهذا ولا تقرأ لهذا، اقرأ للجميع، اقرأ للملاحدة. نعم. اقرأ للكفار، اقرأ بارك الله فيك. نعم. ثم غربل أنت. تذكرت موقفا، التقيت عالما من علمائنا وقلت له رأيتك مع الأستاذ عيسى ميكاري رحمه الله، رحمة كذا. الله علينا. قال ذكرتني بالأستاذ عيسى رحمه الله. قال مرة في وقت الفتنة والمشاكل اللي فات، قال الأستاذ عيسى ذهب إلى هذا الشيخ، قال انصحني يا شيخ. قال له إياك أن تبيع عقلك لأحد، هذه النصيحة. طبعا إذا بعت عقلك لأحد يعني نفسك. نعم. وأضررت بنفسك وأضررت بغيرك، لأن هذه السلوكات المنحرفة فيما بعد أصولها اعتقادات. صحيح. إذا اعتقدت شيئا ستموت عليه. نعم. يعني السلوك فرع عن الاعتقاد. نعم. وفيه ما من كتب عن شيء اسمه الاسترقاق الفكري، لا أحدهم سماه الاستحمار. الاستحمار. بارك الله فيك أستاذ دكتور الخليل. حرية التعبير في القرآن الكريم. نعم. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا نماذج كثيرة في القرآن لحرية التعبير. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتحدث بين قومه ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء الله ربي، وسع ربي، يعني شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. شعيب قالوا يا شعيب لنخرجنك يا شعيب الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهي. إحنا خطاب نتحدث معكم، نتحاور معكم. سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، فقضية حرية التعبير من حيث المبدأ. سيدنا هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي. السحرة فقضي ما أنت قاد. بالضبط. فقضية حرية التعبير يعني شيء أساسي ومتوقع، ولأنه متعلق بالإنسان أن يطالب بما بحقوقه، أن ينتقد ما ينتقد من حيث الإطار العام بضوابطه، وقولوا للناس حسنا، بعدم المساس بحقوق الآخرين، بعدم المساس بالمقدسات. نحن لدينا في الإطار العام مثلا في القانون الذي يمس العلم، علم البلد، يمس رئيس البلد، يمس الدستور بشكل مباشر، يحاسب، يتابع. لكن لما نصل إلى المقدسات يأتي بعض الناس فيتجاوز حدوده مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع القرآن. هذا
أنت ماذا تريد بهذا؟ ماذا تريد؟ أنت تمس مقدسات الناس ومن حقهم أن ينتفضوا عليك، يعني هذا يتجاوز حقه وحدوده إلى حرية الكثير من الناس، وهذا لا يصلح الحق. فهمت من كلامكم حرية التعبير في إطار البناء. نعم، يعني الإنسان يتكلم ويقول كلمة الحق بلا عنف. شوف حتى في أقدس شيء عندنا هي الصلاة. صلاة نتعلم حين ندخل المسجد، أول شيء نتعلمه نتعلم حرية الضمير، إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم تدخل للصلاة تتعلم حرية التعبير. الإنسان أسهى في الصلاة، لك كامل الحرية أن تسبح وأن تصحح له وأن تفتح عليه إذا توقف في القراءة وإذا أخطأ في القرآن أيضا. نعم، حرية التعبير الحقيقة يعني واضحة في الإسلام، ولا مساس لا ما لم تتجاوز الحدود. ما لم تتجاوز الحدود، حقوق الإنسان الأسرية وما عقوبة انتهاكها. نعم، الأسرة هي عماد المجتمعات. نعم، شوف كل المجتمعات التي تفككت أسرها تفككت هي في نفسها فيما بعد. نعم، شوف المجتمع الروماني هذا الذي أكثر التمثيل به. لماذا؟ لأن الرومان كان مجتمعا منظما، كان في أريحية مادية واقتصادية وكذا، فجأة راحت روما. نعم، وذهب المجتمع الروماني هذا كله، ذهبت الحضارة الرومانية، بقيت أطلالا دوارس. بمعنى أنه يجب البحث عن العلل. المؤرخون والذين اهتموا بالحضارات كويل ديورانت أرنولد توينبي يقولون أن السبب الرئيس لذهاب الروم عن بكرة أبيهم هو تفكك الأسرة عندهم. بمعنى لم يبقى هذا الزواج بينهم، وإنما بقيت علاقات فوضوية، يعني يتصل من يشاء بمن يشاء. صحيح. فنشأ جيل لا يعرف آباءه ولا يعرف أصوله، يعني ليس هناك شيء يخشى منه وشيء يحذره وشيء كذا. فكانت هذه الجرأة اللامحدودة ثم أدت إلى فوضى عارمة وتفكك المجتمع. مشت لهم إنسانية الإنسان. خلاص راح. المجتمع الإسلامي ركز كثيرا على الأسرة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سماه ميثاقا. نعم، ميثاقا غليظا، بمعنى الإنسان لا يهزل في مثل هذه. حتى أن الطلاق الذي يفصل هذه العلاقة ويفصمها الطلاق لفظة، ولكن هزلها جد. يعني لو قال أحدهم لمرأته أنت طالق، إذا كان هازلا فتحسب له طلقة. بمعنى هذا الأمر يعني فيصل. تفضل كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة أن الأسرة يعني القرآن أولاها مكانة عظيمة، ولكن انتهاك الحق الأسري هذا هو الذي رتب عليه عواقب وخيمة. نعم، بارك الله فيك. أيوة. الأسرة عندنا الألف تعني الأمان والسين السعادة والراء الرحمة والتعاون. هكذا إن شاء الله يستمر الاستقرار والعدل في أسرنا. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور أستاذ الدكتور خالي القاضي، نلقاكم في لقاء قريب إن شاء الله. الدكتور محمد تيمزغير شكرا جزيلا، ربي يحفظك. حبيت تقول كلمة؟ لا، الحقوق يعني أساس للحياة، ونرجو أن نستمر في بعض التفاصيل خاصة الشبه المتعلقة بهذا الموضوع. خلينا ندير حلقة كاملة إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.